الى اخر الايه الكريمه. اذا هذا لون من الوان الصبر. وبعد صبر على المصيبه، صبر على المصيبه ايضا الانسان يعرض. الحياه كلها مصائب، الحياه كلها مصائب، من يطلع الانسان من بطن امه الى ان يطلع الى ان يرجع، هي الحياه دار مصائب. زين، هذا مرة اكو واحد اذا مرت به المصيبة انهار وقع. واحد لا والله تمر به المصيبة ما تزيد الا صلابة، ما تزيد الا صمود امامها. مو يقول امام امير المؤمنين سلام الله عليه في ابياته اللي اكتبها الى عقيل، يكتب له: فان تسأليني كيف انت فإنني صبور على ريب الزمان، صليب يعز علي أن ترى بي كآبة فيشمت عاد أو يشاء حبيب. الحقيقة أن الصبر على المصيبة يبوئ الإنسان أعلى المنازل، يكشف معدن الإنسان. أكو بعض الناس إذا ألمت به نكبة ينهار. مزاج، كل واحد عنده مزاج. واحد بالعكس يصمد امام المصائب، كلما تكثر عليه يصمد امامها، لانه ما اكو يعني شنو فائدة الجزع من ناحية، لكن من ناحية اخرى القدرة او السيطرة على الاعصاب هذا نمط يحتاج الى تربية عالية، ويحتاج الى مهارة، ويحتاج الى ثقة بما عند الله.